واحدة بتقول أنا أكملت دراستي وعايشة في أمريكا، وبتتكلم إن في واحد ناس كتيرة قوي تقدموا لها مش كانوا عاجبينها، لكن في واحد أهلها شايفينه إنه كويس قوي وأهلي مقتنع بيه. وأقول لك ليه مستغربة، هو أكبر مني بسنتين، هو منفصل عن يعني المشكلة بقى إنه مكملش الجامعة، مع العلم إن أخواته الأصغر وأهله خريجين. بص، هي مشكلة إن هي معاها جامعة وهو معاه هاي سكول، وهو في دولة في المهجر فاشتغل وبيعمل بيزنس بيكسب كويس، ولدرجة إن هو مشتري بيت of his own، يعني عنده، دي مش حاجة سهلة، دي حاجة فيها داون بايمنت ومورجج وحاجة زي كده. فهو مستقر ماديا، لكن هي عندها مشكلة إنه مكملش، يعني هو يميل للبيزنس ورجل أعمال. في شخصيات كده تميل للتجارة وما تقدرش تكمل تعليم ونجحة. طيب أنت النصيحة اللي أقدها لك إيه؟ ما تخديش أبسليوت أنسر قبل ما تقابليه مرتين، لأن الصفات اللي أنت بتقولي فيها عنه كويس، ناجح، مجتهد، من عيلة كويسة، كلهم متعلمين، كلهم 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 كلهم، هو في مشكلة واحدة. المشكلة دي إنه مكملش تعليم عالي. بالنسبة للمهجر غير مصر، يعني دي تعمل أزمة هنا أكتر من هناك. في شرط من عدم التكافؤ إن إحنا الاتنين مش زي بعض، بس الشرط ده لا يبطل الارتباط. أنا ما قلت سنك قد إيه، وما قلتش الفرص شكلها ايه هناك، لكن انا شايف يا بنتي انك انت تخرجي معاه اتليست مرتين. كلميه عن احلامك، كلميه عن علاقته بربنا، اعرفي عنه اكتر، ممكن ترتحيله او ممكن تقفلي، لكن ما تحكميش على الظرف من بره من غير ما تقري مضمون الجواب. هو في حته ناقصه؟ يس، في حته ناقصه، بس ممكن تكون في حاجات كتيره قوي 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 بتعوض، زي ما انت بتشهدي ان كل الناس بتقول انه ناجح جدا في البيزنس ودي موهبته. فإذا كان هو كده مفيش مشكلة، بس شوفيها بنتي، انت اللي هتختاري، محدش يقولك تعملي ايه.